هيئة كبار العلماء أو ما بات يعرف بهيئة بيان شرعنة الحصار على قطر بعد أن أفتى رئيسها عبد العزيز آل الشيخ بأن الحصار على الدوحة اتخذ لفائدة ومصلحة القطريين. لم تخرج عن صمتها حيال المآسي والانتهاكات التي يعيشها المسلمون في مختلف بقاع العالم. لم تتكلم الهيئة عن الظلم الواقع على أبناء الغوطة الشرقية من السوريين ولا عن التقارب الذي يسعى إليه بعض قادة المنطقة مع الكيان الإسرائيلي لتصفية قضية القدس، ولم تعترض حتى عن تحليق الطائرات فوق أجواء مكة والمدينة قادمة من إسرائيل أو ذاهبة إليها. الهيئة الصامتة عن حصار قطر وتمزيق اللحمة الخليجية وقطع صلة الأرحام هي ذاتها التي صمتت بكبار علمائها عن منع السلطات السعودية حجاج ومعتمري دولة قطر والتضييق والتحريض عليهم لمنعهم من زيارة أول بيت وضع للناس. بل خرجت الهيئة كعادتها في بيان موجه سياسيا محذرة من قنوات التضليل والفتنة التي أذكت كثيرا من الصراعات وأصبحت بوقا للجماعات الإرهابية على حد وصفها، وفي طليعتها قناة الجزيرة التي قال عنها البيان بأنها تعطي للناس صورا مزيفة في قضايا الأمة ومشكلاتها، ولا تكف عن اختلاق الأكاذيب واستضافة شذاذ في الآفاق تروج عن طريقهم ما تريد بما يخدم سياسة من يمولها بالكامل في تمزيق الأوطان العربية والعبث بوحدتها وإثارة الفرقة. وفي الوقت الذي تخلع السعودية عن نفسها ثوب الراديكالية وتحاول ارتداء ثوب الحداثة بمظاهر بعيدة عما اعتاده السعوديون، يتساءل البعض من أبناء المملكة عن دور الهيئة في مثل هذه المواطن. فإن الاستعانة بأصوات المشايخ ما تزال حاضرة لتنفيذ ما تراه الدولة من مخططات لإقناع الجمهور بشتى الصور بصواب أفعالها وصرف الانتباه عن عواقب مغامراتها السياسية في المنطقة والتي باتت تؤثر في حياة المواطن السعودي والخليجي بشكل مباشر. أما أمثال هذه القنوات التي تفرق الصف وتشتت الكلمة وتوقد نيران الخلاف فلم يأتي ذكرها في البيان، وهو ما يؤكد أن بالنفس ما في النفس. بيان وحديث هيئة كبار العلماء غير المتوازن والموجه سياسيا أفقد الهيئة مصداقيتها لدى المسلمين، وأكد أن الهيئة ما عادت تنطق عن هوى الساسة لتمرير سياستهم ومهاجمة كل من يختلفون معهم.